السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كيف حالك؟ الحمد لله، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، أنا عندي محل وعندي إحدى مكنات الدفع المسبق، طيب، ويأتي واحد معاه فيزا بتاع المعاشات، فبيقول لي أنا عايز أسحب المعاش بدل ما يتبهدل في البوسطة يسحبه من عندي. طيب، بضرب على المكنة قوة إني أسحب الرصيد اللي عنده. ها؟ المكنة بيخصم 18 في الـ1000، فأنا باخد 30 جنيه في الـ1000 وبديله باقي الرصيد. هذا الذي يصدر، نعم، هذا الذي يصدر منك أجرة، أجرة ال يعني أجرة العملية التي تقوم بها. أجرة العملية والرصيد هذا برجعه للمندوب وآخد بداله، يعني لا، هي أجرة، يعني مش هو ليس بقرض، أنت تمام. لا، هو أجرة العملية. أنا بسأل إنه لما بسحبه على المكنة كأنه جاي يشتري من عندي بضاعة، لكن هو في الأساس مش بيشتري بضاعة، هو بياخد فلوس. هل فيها حاجة؟ والله إن يا شاء الله خير. حبيبي، أنت تسحب له الفلوس من على ماكينتك، أيوه تأخذ أجرة عملية السحب، بالظبط صح كده، كده؟ أجرة السحب جايز. تمام. مع لا السلامة شيء، إن شاء الله.